وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في بيان جزاء الله عز وجل لأوليائه وعباده الصالحين، أن الله تعالى يحل عليهم رضاه، فإذا حل عليهم رضاه فازوا ونالوا كمال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن عظيم ما يجازون به أن تمتلئ قلوبهم رضا عن الله عز وجل لما يعاينونه ويشاهدونه من عظيم إحسانه وكبير لطفه ورحمته وبره وعطائه ووافر هباته جل في علاه. فلكمال إحسانه ولكمال عطائه ولكمال هباته يرضى عنه عباده جل في علاه في ذلك اليوم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل الجنة وأنهم إذا دخلوا الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أي أن يعطيكموه، يعطيكم هذا الجزاء. قالوا: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟ يعني فماذا بعد ذلك وقد نالوا هذه العطايا والهبات العظيمة؟ فيكشف الحجاب فيرونه جل في علاه، فلا يكون شيء أعظم عندهم من النظر إلى وجهه سبحانه وبحمده، فيكون هذا غاية الرضا، وبه يحل عليهم تمام رضاه جل في علاه، فيحل فيقول الله تعالى لهم: رضيت عنكم، أو اليوم أرضى عنكم، فيحل عليهم رضاه جل في علاه فلا يغضب بعده أبدا. وهذا من كمال فضله وإحسانه عليهم جل في علاه، وهذا ما من معاني قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله لا يرضى إلا لمن والله لا يرضى إلا عمن كان عبدا تقيا طائعا رضيا. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد رضا الله أن يرضي الله جل في علاه، فرضا الله سبحانه وبحمده عن العبد ثمرة عمل العبد في إرضاء ربه جل في علاه. وهذه الآية الكريمة دالة على هذه الصفة، على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. والرضا صفة فعلية، والفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الفعلية صفات يتصف الله تعالى بها متى شاء، فهي صفات تتعلق بالمشيئة والاختيار. وأما الصفات الفعلية، أما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها أبدا وأزلا، كالحياة والقيومية والعلم والسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك من الصفات التي لا زال جل وعلا لم يزل جل وعلا متصفا بها في الأزل والأبد، من الصفات التي اتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا سبحانه وبحمده. لكن الرضا ليس مما يتصف به جل وعلا في كل حين وفي كل حال ومع كل أحد، بل الله عز وجل يرضى عن عباد ولا يرضى عن غيرهم، كما قال تعالى: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، فنفى الرضا جل في علاه. فدل ذلك على أن الرضا ليس وصفا لازما لله عز وجل، بل هو من الصفات الاختيارية الفعلية التي متى شاء اتصف الله تعالى بها ومتى شاء لم يتصف بها سبحانه وبحمده، وهي من صفات الكمال. وضد ذلك عدم الاتصاف به من صفات النقص. فلذلك يثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الله تعالى لنفسه من هذه الصفة العظيمة الجليلة، ولا يؤولون ذلك بإرادة الجزاء أو إرادة الإثابة أو إرادة الإكرام أو نحو ذلك، فإن هذا نوع من التحريف للكلم عن مواضعه الذي يفضي إلى التعطيل الجزئي، وهذا مما نجى الله تعالى أهل السنة والجماعة منه. فليس في
عقدهم تعطيل إذ يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.